دينيا استقبل مساء اليوم في مكتبه رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية دكتور حسين حسن بكر السفيرة الأمريكية لدى البلاد. الهدف من الزيارة تقديم التهاني للمسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. رماد جبريل أنجني. لم تفوت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالبلاد مناسبة كبرى تتعلق بشؤون المسلمين إلا وأقدمت لمشاركتهم. وفي هذا الشأن جاءت زيارة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية جيتا باسي إلى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدكتور حسين حسن بكر لتهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وأكدت السفيرة أن مثل هذه الخطوات ستعزز عملية التعاون القائمة بين البلدين، كما وصفت شهر رمضان بأنه شهر تسامح وسلام. رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من ناحيته قال إننا تناولنا ثلاثة مواضيع ذات أهمية. جاي لتهنئ أعضاء المجلس والعلماء، وأبرأ أعضاء المجلس تهنئ جميع المسلمين في جمهورية تشاد بحلول شهر رمضان المبارك. سعادة السفيرة قدمت دعوة لأعضاء المجلس ليتناولوا الإفطار في الأيام القادمة في مكتب ومنزل سعادة السفيرة. أخبرتنا بأن المبنى الجديد قد انتهى، وتدعو المجلس في ذلك الوقت كذلك لزيارة ذلك المبنى. إن مثل هذه اللقاءات التي ينظمها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مع البعثات الدبلوماسية بصورة منتظمة يزيد من شأن البلاد في الخارج. شكرا لكم على طيب المتابعة والانتهاء. بهذا ننهي هذه النشرة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وتصبحون على ألف خير.